لا 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 مستحيل شاب، ركزولي ركزولي على البكشات. 16 شهور هون 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 والفرج هون عبي شباب. البكشات تبعت لله تبعت ال 210,000 جولة و 30,000 جولة شباب، مش ممكن هذا الحساب. ركزوا كمان كمان معبي شباب، مش ممكن هون كمان. لا 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 كثير شباب، اكثر من 100 باكس صندوق تبع 20,000 جولة 30,000 جولة شباب، مش ممكن معلم هذا والله. هذا الشاب يعني كيف هيك صبر معرفة. المهم حبايبنا الكرام كيفكم، ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. جاهز لكم يوم مقطع جديد معكم علقوا، واليوم يا شباب عندنا تفتيح بكجات. جاهزين؟ صلوا على الحبيب، لا تنسوا باللايكات والشيرات والبرتاجات معلم. بدون يعني صراحه يعني ما بعرف شو داخلكم. طبعا هذا بس البكجات شباب، هي بس البكجات، بس ركزوا لي هون كمان، ركزوا لي يا 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 اخي مو طبيعي. فرجوا شباب، فرجوا لي يا جماعه، فرج 133 حزمه، 133 حزمه شباب. وال 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 لا 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 مو طبيعي، مش ممكن، مستحيل. اوه اللي شو هي كمان، وي 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 صراحة بيبني. يعني انا صراحة ما بعرف صراحة، يعني انا ما بعرف شو بدخلكم يا اساطير، بس ولكن يعني والله هذول الحزمات يعني ما اعرف. خليهم شو بعدين، شو بتطور بك. بس ولكن شباب ركزوا لي هون شباب، هون شباب 16 يعني 32 يعني فوق ال 100 صندوق شباب. انا حسبت اقول مدخل على المقطع يعني، فهمتوا علي شلون؟ بس ولكن شباب ما بعرف شو بدي ابلش الصراحة شباب، ما اعرف شلون بدي ابلش بهالتفتيح شباب. يعني هي اول مره بشوف هيك بكجات قدامي معلم. عم بشوف الجواهر عم تخرب، فهمتوا علي شلون؟ يعني الجواهر نشوف الحظ هذا شباب. انا وعدت الشاب اذا ما طلع شيء معلم ما لي علاقه، عم بمزح. المهم عم بدي خلينا نركز معلم ونكون تركيز باللوز ونفتح. والله افتح يعني بسم الله نفتح شلون؟ واحده ولا بعرف انا ما بصور مقطع يعني بتحكي مع يعني شو بعرف بتزح واحده اصبر شوف. اول توكن معلم بيض، افتح تاني واحد هات اشوف بيض. يعني والله يا جماعه ما بعرف يعني افتحهم كلهم ما افتح كلش وحده وحده، والله ما اعرف. نفتح واحده كمان يا ربي، والله يا شباب ان شاء الله يطلع لنا الجوهر. يلا ولو يلا جوهر جوهر 20,000 جوهر معلم بليز يا ربي ما تزبط. يلا كمان تزبط، يلا روح زبطت بليز يا ربي. او ماي جاد والله يا جماعه معلم حبايبنا الموضوع معلم يعني عن جد يعني انا بحس بستريس مو طبيعي، بستريس عن جد مو طبيعي شباب. عم بفتح بك 20,000 جوهر ولا لا؟ ما تصير 20,000 جوهر ولا لا؟ ما راحت اول بك شباب، ما راحت ال 20، ما جت ال 20,000 جوهر. ام سوري ماي فريند، هي اول 16 شباب 100 ناقص 16 معلم. المهم خلينا انا شباب انا هذول بهذا المقطع شباب. المهم هالبك جات معلم، هذول خليوها على جنب، بس خلينا ديتيها. ركزوا لي هون 30,000 جوهر يا شباب. او ماي يا ربي يا ربي يا جماعه مو طبيعي. 30,000 جوهر يا تشتت يا جماعه على فرد مره تطلع لك 30,000 جوهر. او توكن بيض، يلا روح يا زلمه، يلا 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 يلا. ايوه ايوه لا يلا روح، هي هي ما زبطي. يلا يا رب. لا يا اخي شو بدك اعطونا الجوهر؟ طب اعطونا النص خلص معلم، اعطيني النص معلم خلص. يا زلمه والله يا جماعه يعني شيء ترى شيء يعني شيء متعب. اوكي نفتح واحده ثانيه. اوكي لا نفتح هي نفسها. جوهر طلع جوهر، جوهر ما في جواهر، جواهر ما في. يا ربي شباب يا الله يا الله يا الله ابلع، ما في جوهر. يعني معقول شباب ما يطلع ولا جوهر يا شباب؟ ترى والله معلم يعني بين هالصناديق ما يطلع ولا جوهر. افتح ما في جوهر، راحت علينا يا شباب. هذول راحوا 30,000 جوهر. يعني شباب الامل كل ما يعني الامل موجود، امل موجود، امل لا مو امل يعني اقصد الاسم البنت يعني امل نفسه مبدا عليكم. بس ترى هذول معلم ذول شكلهم قديمات، بكجات قديمات يا جماعه. ول عملة العصر 200 جوهر؟ لا 20,000 لا ما في 20,000 فقط 20,000 والله ما في. شوف شو عم يطلع لي هون، عم يطلع العصر الجديد والله ما اعلم شو هي معلم. شكلها هي شو يسموها؟ حلم صندوق الياقوت الربيع، هي شكلها معلم قديم. ول اقسم بالله فكر جواهر معلم فاضي حبيبي والله. بيض يلا بلو، يلا بلو، يلا بلو، جواهر يا ربي. شباب بتعرفوا اللي نعمل هيك؟ خلص معلم انا خلص نفتح كليتهم اربع مرات. يا سلام
يا زلمه يا زلمه شوي هيك. خلينا نفتح هذول معلم شوي. نفتح هذول معلم نروح نفتح هذول طريقنا يا اخي. هذول يا اخي من بدنا جوار بس هذول عاديات يا اخي. بدنا جوار معلم بس اهم شيء جوار شباب. يا جماعه انا حابب افتح 16 بنفس الوقت. 16 يا اخي يا اخي يا اخي يا شباب والله راح افتحهم. 3-2-1 اضرب ولا ما اضرب؟ اضرب ولا ما اضرب؟ اضرب روح. واو واو اي جوار. لا ما في جواهر ما في جواهر شباب يا حرام ما في جواهر يا ربي. اوكي تعال نزل كمل نزلنا لتحت يا معلم. اوكي باقي 15 نعم جينا هون نفتح 5 تعال نفتح 5 يلا معلش معلش 5 بيض 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 يا اخي. بدي اعرف واحد شباب بالتعليقات بدي اشوف واحد شباب هل يا ترى هذا الشيء مزبوط ما طلع كمان. هل يا ترى شباب هذا الشيء يعني مبسوط لا مزبوط يعني حدا منكم شباب بليز حدا منكم ربح شيء الجوار ولا لا ترى يعني حبيب والله. اوكي نفتح 2 هالمره تعال. ما في بيض يا ربي يا والله حرام حرام حرام. اوكي بيض يا زلمة يا زلمة بيض يا زلمة. شلون نظبط هاي معلم؟ اوكي ها هاي لحالها معلم. والله شاب شايف الجوار كله راح معلم خلصوا له حزمات وما بقى في شيء والامور مو باللوز. ايوه هي في وحده معلم لحالها تعال شوف بيض ما زبطت معنا يا جماعه والله ما هذول ترى والله يعني مخلص يعني انا كان عندي امل. اي وحده يروحون لحالها كمان ما طلعت لنا يا جماعة ما طلع لنا الجوار يا جماعة ما طلع. هاي وحدة هون هاي وحدة هون لحالها 30 جوهرة ما في يعني شباب كله صناديق يعني وحدة من هون وحدة من هون لازم نشوفها منيح. اوكي شوف هون والله في اوه هاي السودة هاي معلم شو وضعها هاي بيض 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 في بيض معلم. اوكي هاي لحالها كمان ما زبطت معنا يا اخوان. ننزل نشوف نفتح نفحصهم واحدة واحدة. هذول ما في هذول ما في هذول ما في هذول ما في. هاي شوي تعال افتح هذول شوي صوتك السلاح ايبو ابلع. هذول هذا العاديات فكرت ما في مشكله تعالوا نجي لهم. طبعا هذول شباب السكنات مو بهالناس احنا بنها شباب. الهدف من اليوم هذا المقطع شباب هو راح نسوي مقطع ثاني شباب نفتح البجات الثانيه. اوكي بس ولكن اليوم يا معلم نشوف اوه في كمان في تعبان وحده اصبر شوي ما في يا زلمه شويك يا ربي. اوكي وين فيك وين كانت كيف هون تنتين معلم هون ولا هون وينهم وين راحوا؟ شفت وحدة لا بليز لا وين راحت؟ باقي 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 يا شباب باقي كانه وين راحت؟ وين هاي شباب هاي اخر وحدة. اللحظة الأخيرة يا جماعة هل يا ترى راح تجيب ال 20 جرام هون ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم واو دام يا اخي والله حرام شباب والله حرام فوق ال 100 حبه صندوق ولا جوار يا شباب. يا اخي شب ما علينا يكون انت نحس اكيد الله قاعد بيقول علي يا ريت انا كنت فاتحه يمكن اطلع لي بس ام سوري معلم. المهم حبايب لما ما انتم شايفين خلص يعني دخلت من شوي على الجيم عنده معلم وحطيت له يعني 4 كود اسطوريه يعني من الشب يستاهل بس ولكن يعني انا بعرف يعني شب توقع يعني فوق ال 100 صندوق ترى شيء مو طبيعي معلم. اوكي شباب هيك بكون وصلت جوار معلم وجوار لك السكنات شباب 4 اكواد اسطوري هي عندنا سكن البوي هذا اوكي مبروك عليه وهذا سكن الويكند ما اعرف شو سموه هذا حبيب والله اوكي وعنده هذا كمان الام بي 5 باللوز ورخصه العربانه ولا العجله ولا ما اعرف شو. اوكي حبايبنا هيك بكون يعني خلصنا اليوم شباب. اذا عندكم هيك حسابات اسطوريات شباب هيك باللوز بكشات من بكشات تابعونا على انستغرام شباب واعملوا لنا تاجات ونشوف الحظ كيف راح يكون. حبايبنا هيك بكون تابع مقطع اليوم ان شاء الله استمتعتوا بمقطعنا. لا تنسونا باللايكات والشيرات ونشوفكم على خير. تابعونا على الصفحات الانستغرام والتيك توك وكل الفيسبوك وكل شباب بعضه. احبكم بزاف.